أهلا بكم. يحتفل في شهر آب من كل عام بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث تقام القداديس الاحتفالية والأمسيات الروحية بهذه المناسبة. ففي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس أقيمت أمسية تراتيل أحياها المرنم عبدو إسطنبولي، كما احتفلت رعية الروم الكاثوليك بجبل عمان بذات المناسبة. إلى المزيد. تكرم الكنيسة السيدة العذراء، فهي الأم الوالدية للسيد المسيح، وهي الشفيعة والمعزية لكل طالبيها، فكيف لا وهي الممتلئة نعمة؟ إنه واجب حقاً أن نغبطك يا والدة الإله الدائمة الغبطة والمنزهة عن كل عين وأم إلهنا. في شهر آب من كل عام يحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث أقامت جوقة كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس أمسية روحية تضمنت تراتيل سريانية وعربية تطوب العذراء القديسة مريم في ليلة عيد انتقالها إلى السماء. وحضر الأمسية سيادة المطران ساويروس ملكي مراد والأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة والسيد خالد خيزران القنصل العام للسفارة العراقية لدى الأردن ورئيس وأعضاء جمعية السريان الخيرية وجموع من أبناء الرعية والمؤمنين. أي كانوا دو فحنان شباق الحياة وقال الأب بنيامين شمعون الذي تابع وأشرف طوال فترة تحضيرات الجوقة في كلمة له: إننا اليوم نطوب ونعظم السيدة العذراء في عيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد، طالبين شفاعتها لنا أمام رب المجد مخلصنا يسوع المسيح، مثنيا على الأداء المميز الذي قدمته الجوقة رغم حداثة نشأتها. اليوم نطوب أمنا العذراء في ليلة عيد انتقالها نفسا وجسدا إلى السماء. هذه الأمة المباركة التي تصلي دائما من أجلنا، تتشفع من أجل المتضايقين وتمسح دموع المرضى والمتعبين وتمنح الرجاء لكل الغائبين وكل المهجرين. اليوم نرد لها هذا الجميل ونقول: أنت أمنا، أنت شفيعتنا، نحن نحبك، نكرمك، نعظمك، نتشفع من أجل أن تكوني لنا سندا قويا أمام الرب يسوع. حقيقة أمام هذه الحناجر الذهبية تسقط الكلمات وينعقد اللسان. هذه الجوقة الفتية الحديثة الولادة، جوقة مار أفرام السرياني التي ولدت منذ فقط 6 أشهر. في الشهر الثاني من هذه السنة أتت لدينا الفكرة، وكان في النية أن نؤسس جوقة مار أفرام السرياني، وبشفاعة من العذراء وبمعونة الناس الطيبين تحولت الفكرة من النية إلى الإمكانية. واختتمت الأمسية بحفل استقبال أقيم في قاعة الكنيسة والتأم فيه أبناء الرعية متبادلين التهنئة بهذه المناسبة.
وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان ترأس قدس الأرشمندريت نادر ساووق القداس الاحتفالي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وبمشاركة أبناء الرعية. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس وترحيب الأب ساووق بالمطران ويليام وشكره له على مشاركة الرعية الذبيحة الإلهية والاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، قدم سيادة المطران الشوملي العظة حيث قال: يملأنا فرح كبير بهذه المناسبة المقدسة، ومريم هي أجمل الخلائق وأقدسها وأطهرها، ونحن مندهشون للكمال الذي بلغته والمكانة التي حصلت عليها في قلوب كافة الأجيال التي لا زالت تطوبها. شعرنا بالاندهاش والإعجاب لما صنعه الرب في بنت الناصرة البسيطة والمتواضعة. نعم، بلغ الله درجة الإعجاز، بلغ الله درجة الكمال في تكوين هذه التحفة التي اسمها مريم، والتي وصفها سفر الرؤيا بالمرأة الملتحفة بالشمس وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. هذه المرأة التي ذكرها إنجيل هذا اليوم عندما تغنت إحدى نساء الجليل بأم يسوع قائلة: طوبى للبطن الذي حملك. كان لها دور يوم العنصرة عندما جمعت الرسل كي يصلوا معها بانتظار حلول الروح القدس. وإن ظهوراتها الكثيرة في شتى أنحاء العالم والرسائل التي تحملها باستمرار إلى أهل الأرض تثبت أن مريم حاضرة وأنها أم الكنيسة وأم لكل واحد منا. نهنئ أنفسنا بهذا العيد ونعيد ما قالته المرأة ليسوع مهنئة له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما، وكل عام وأنتم جميعاً بخير. وفي الختام التأم الجميع مع سيادته في قاعة الكنيسة متبادلين التهاني بهذه المناسبة.